صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا زفت، بقالي ساعة بنده عليك. روح اعمل لي قهوة. حاضر. ويا ريت تعملها مظبوط. حاضر يا استاذ. وروق لي الحتة دي. حاضر يا استاذ، بس العيب مش عليا على فكرة يا استاذ، العيب على اللي بيجيب البن يا استاذ. انت لو تجيب البن يا استاذ عدل هعمله لكم عدل يا استاذ، بس انت اللي بتجيبوه وحش. لو تجيبوه حلو اعمله حلو. العيب في اللي بيجيب البن يا استاذ اللي هو انت. بس بقى العيب في البن يا عيني، يعني مش فكره ان انت غبي. خد صغيره. حاضر يا استاذ. عايزهم كم نطخ بقى يا استاذ؟ خمسه. حاضر يا استاذ. ابعتهم لك على الانستجرام ولا الواتساب يا استاذ؟ ايه اللي انت بتنيله ده؟ صح، كاميرا التليفون ضعيفه فعشان كده بتطلع الصوره مهزوزه. صح. الكاميرا ضعيفه زي البن برضو. يا عيني انت ما بتغلطش خالص. بس غلطين بقى فيا يا استاذ، انا راح اعمل لك الستاب بتاعك. الصورة بتاعت حضرتك حلوة قوي يا فندم. الله يخرب بيتك يا اخي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. قدم السي في بتاعك. تمام اتفضل. عايز اقدم الاي تي بتاعي. ايه؟ السي في يا فندم. بعد اذنك ما تتكلمش. اتفضل. اشتغلت فين قبل؟ اشتغلت في شركة مقاولات وفي شركة استيراد وتصدير. واشتغلي؟ خبرتي أكبر من كده. إن شاء الله أحققها معاك. وأنت اشتغلت فين قبل كده؟ لا دي أول مرة أشتغل. عندك عربية؟ فيرنا 2008. عندك عربية؟ والنبي متبهدلة في الميكروباصات. ليه اخترت الشركة؟ مرتباتها، خبرة جديدة، مجال شغل جديد. أنت عندك كام سنة؟ 27. ويا ترى بقى عايشة لوحدك ولا معاكي حد؟ انا عازبه قاعده لوحدي، بس خالي يعني اللي في الخليج بيصرف عليا. عندك كام سنه؟ 35 سنه. طيب شويه ولا هو حضرتك خريجه ايه؟ هو انا سالت حضرتك انت خريج ايه؟ يبقى ما تسالنيش. انا اسف يا فندم. ما خلاص يا حضري، ايه التلزيق ده؟ بس فندم قلت لك انا اسف. ما خلاص حضرتك قلت خلصنا. بعد بعد في حاله ولا اشكال كده تيجي تساله انت خريج ايه وبتعمل ايه وبتنيل ايه. طيب اتفضل يا فندم. كنت عايز اقول لحضرتك ان في اتنين تقدموا للوظيفه وفي من ضمنهم بنت هي كويسه بس عندها عيب. ادخل. خذ الزبي عشان تقول لي في ايه. شفتك القرف. منورين. عظيم عظيم هايل. ما كملتيش تعليم دي بصراحه كده يا فندم، حسيت انه تضيع وقت. برافو. وانت بتتكلم كام لغه؟ خريج تجاره انجليش بتقدير جيد جدا يا فندم. بتكلم ثلاث لغات، انجليزي فرنساوي الماني. خلاص ده البواب اللي تحت بيتكلم خمس لغات. وانت يا حلوه بتتكلمي كام لغه؟ عربي. سويسي. عسل. منياوي. سكر. شرقاوي. عسل. اسيوطي. حلوة. فلاحي وباقي المحافظات يا فندم. فانتستيك. برافو هايل. بقول لك احمص لما طرد الهكسوس كان عربيته لونها ايه؟ فندم ما كانتش عربيه، كانت عجله حربيه يا فندم. وانت يا قمر؟ كانت موديل 19 قبل الميلاد يا فندم. اكسلنت. نعم. ليه الحدايه ما بترميش كده كيد؟ فندم وايه علاقه السؤال دوت بالانترفيو؟ صفر. ليه يا اموره الحدايه ما بترميش كتاكيت؟ لان الحدايه ما بتخلفش كتاكيت، بتخلف حتاكيت زيها يا فندم. شايف النبغه، شايف العبقريه، هايل. حاجه الانسان بيحتاجها وما بيقدرش يستغنى عنها وما بيشوفهاش. تعرف هي ايه؟ الاكسجين يا فندم. هاي يا استاذه. الواي فاي طبعا يا فندم. هايل. اوه سيجنال. عشرة من عشرة. سعد زغلول
كان بيقول ليه مفيش فايده. كان رايح البنك يا فندم فبيسال الفوائد كام، قالوا له مفيش فايده، فخرج في الشارع يزعق ويقول مفيش فايده مفيش فايده مفيش فايده مفيش فايده. تعرف انت ليه؟ اصل سعد باشا زغلول بعيد يعني عن حضرتك وعن السامعين، كان عيان وجرب يديله دواء ما بيجيبش معاه اي نتيجه. فكل ما يديله الدواء يقول لهم لا مفيش فايده، يقوم يديله الدواء يقول لهم لا مفيش فايده، يقوم يديله الدواء يقول لهم لا مفيش فايده. برافو هايل، شفت مش تقول لي بنوك وكلام فارغ. يعني هو كل اللي جاوبته اللي قبل كده اللي كان صح يا فندم؟ انت بتعترض على قراراتي؟ لا يا فندم. ممكن تقوموا تتمشوا لي شويه كده اشوف خطوتكم العزيزه؟ حاضر. ولا اقول لك اقعد انت؟ اتفضلي انت. هايل فانتاستيك الف على الف. ودلوقتي عايزك تبيع لي الازازه دي في خلال 15 ثانيه. شكرا. اتفضل يا حضرتك. ممكن اخد من وقت حضرتك دقيقة بس؟ عمري كله. الازازة دي بتتباع بره ب 20 جنيه، معايا في العرض بتتباع ب 2 جنيه ونص، وكمان معايا دستة كوبايات بلاستيك وتيشيرت قطن اصلي لحمادة الزغنون، وكل ده ب 50 جنيه بس. اوكي اشتريت. هايل. ازاي يا فندم؟ ده كده الشركة تخسر. وانت مالك؟ هي كانت شركة ابوك؟ فده. استاذ حسن، للأسف احنا مش هنقدر نعينك عندنا لأنك سقط. اما انت فهمسكك فرع الشركه بمرتب مبدئي 7000 جنيه. ده الاساسي يا فندم؟ لا ده لسه في علاوات ومكافئات وحوافز. اما انت ممكن اشوف لك شغلانه مع الساعي بتاعنا مبدئيا كده ب 600 جنيه. طب يا فندم والشهادات اللي معايا؟ اعمل بيها قراطيس طعميه. برافو يا عاد التدوير، كنت بتفهمي في ده كمان؟ عبقريه فزه. شايف يا استاذ؟ هتمسح الاطباق وتغسل وتكنس، ولو حاجه اتكسرت منك هخصم منك 3 ايام.